مو بوضوح يعني هي محسوده عليه بصراحه. شايفين الكاريكاتير بقى اللي احنا هنطلع على الناس اللي فيها العنف وفيها الحاجات دي برضه؟ طلع علينا كاريكاتير. انسان نشوفه يلا ده كاريكاتير العنف. فيها طبعا ده في حاجات زي فوق. ايه ده؟ ده انجلينا جولي راحت تتبرع يعني اتبنت طفل سابع من اطفال سوريا. بس الولد ده يشبه مين يا ربي؟ ده بيقول لك وانا كمان عايز خدوني معاكم. واحد بيتلكك حاطط تيتينا ببقه وبتاع وعايز. بس شكله كده مش بيفكرك بحد. حد تخين؟ مش معانا النهارده؟ ما تجيبوا لنا كده. شكله كده مش غريب. حد تخين مش معانا النهارده؟ شكله كده يعني بص كده وشه. ها؟ ما ربي. خلينا احسن في الهانم دي. مين دي؟ لا انت مش عاجبك الانتخابات؟ ما برضو بنسخن بدي الداخليه. الداخليه بتوفق دلوقتي الناس وراسين في الحلال. بتعمل ايه؟ عامله موقع جديد وخدمه جميله. اي واحده ممكن تعرف ان جوزها متجوز عليها ولا لا. فدي واحده بتقلب في جوزها زي اي مواطنه مصريه بريئه محترمه يعني. بتفتش وراها لقيت فيه روج على الجاكيت. فبتكلم الداخليه بتقول الو جوزي مصاحب واحده تانية ينفع تنزله على الموقع برضو؟ يعني هي عايزه حد يعني المتجوزين بيحطوا البيانات. طب واللي مصاحب؟ فهي بقى ايه يعني دلوقتي اي حد هيتجوز على مراته هيتفقس. هي لو عايز تعمل سيرش عليه الداخليه هتفتن. وممكن يفتنوش؟ ده ما اعتقدش. ما يحبوا دايما يبقى فيه برضه. واحنا نجرب يعني تلاحم قوى الشعب. لما تيجي نجرب ونشوف. حط بياناتك وانت ونصيبك. انتخابات ما فيش انتخابات. امال على ايه؟ نجرب ايه والله؟ اجرب دلوقتي انا ولا اعمل ايه؟ يا ابني دي سياسه عليا. ايوه انتخابات. طب انا هقول لك حاجه. قول لي حاجه. نتكلم على ايه في الانتخابات؟ الناس كلها راحت الانتخابات والإعلام من غير ما يتكلم ولا يغني ولا يعمل الناس كلها راحت الانتخابات. بالظبط. مفيش رشاوى انتخابية ومحتاجناش ان حد يقول لنا انزلوا ولا روحوا. صح. الناس كلها صحية الساعة 6 الصبح مستنية الفجر يشقشق لبسه كده وكل واقف طوابير وكل واحد معاه السناكس بتاعته ومعاه الزمزميه بتاعته. صح. ملايين يا ابني. أيوة ده بيقول لك. أيوة. 45 مليون 47 مليون راحوا ادوا صوتهم. وعلى فكره انتخابات ايه؟ انتخابات ايه ده؟ في يوم واحد. مش في يومين. ولا مدوا الساعات ولا الناس نزلت قدام اللجان رقصت. طبعا انتخابات بس كانت فين؟ هي وزيره التضامن قالت من كتر التنظيم والنظام هذه المره يعني ما حسوش الناس بتزاحم وكده فحسوا ان اللجان فاضيه. انت رحت؟ لا لسه. انت رحت؟ لا. انت رحت؟ لا انا زعلان. انت رحت؟ مش هسألك زعلان من مين يا عم عشان الحلقه تعدي. ايوه او النبي الله يكرمك. انا زعلان. انا مش ناقص. لما بلغت لما فشد انا زعلان. انا مش ناقص.